مسرحية ماكبث لويليام شكسبير. ملخص بسيط للمسرحية ومن بعده تحليل. المسرحية تتحدث عن القائد ماكبث وصديقه بانكو، كانوا عائدين من معركة انتصروا بيها ضد النرويجيين. فلما رجعوا بالطريق التقوا بثلاث ساحرات. الساحرة الأولى نادت على ماكبث باسمه ولقبه. الثانية، الساحرة الثانية نادتها الماكبث بلقب لورد كاودور، وهذا لقب يعني مرتبة عالية ما مستحقه هو. الساحرة الثالثة نادته بلقب صاحب الجلالة الملك. اندهش ماكبث واستغرب من كلام الساحرات، هولا هو أصلا ما يستحق لقب لورد كاودور. بعدين الثانية والثالثة وإذا بها يعني تنادي بلقب الملك، وعلما أن الملك اللي اسمه دنكان يعني لا يزال حي، وعنده اثنين من أبنائه اللي راح يرثوا إذا مات. بعدين قبل ما يختفن الساحرات التفتن إلى القائد بانكو زميل ماكبث وتنبؤوا له أنه أنت راح تصبح أقل شأن من ماكبث وما راح تتولى العرش، لكن أبنائك راح يصبحون ملوك على عرش اسكتلندا. طبعا المسرحية كلها باسكتلندا، كتبها شكسبير عن اسكتلندا، أعتقد أحداثها سنة 1050 ميلادي هيك. بعد اختفاء الساحرات ماكبث وزميله ظلوا مدهوشين من هاي الأمور اللي يعني النبوءات اللي قالتهن الساحرات. بهالأثناء هم واقفين اجى رسول لهم من الملك يقولهم انه الملك قرر انه ماكبث راح يصير لورد كاودور. زين، يعني تحققت النبوءة الأولى، نبوءة إحدى الساحرات. معنى هذا ماكبث أنه بالإمكان أن يصير يوم من الأيام ملك على اسكتلندا. فهنا ماكبث خاطب صديقه بانكو قال شنو رأيك أنه تحققت إحدى النبوءات، أنت هم تريد أن يصبح أبنائك ملوك على عرش اسكتلندا؟ بانكو صديق ماكبث قال له بأن هاي نبوءات تدفعك للتطلع يعني للاعتلاء العرش، وهاي الساحرات المفروض ما تأخذ بكلامهن، يعني هن مجرد أوهام أو رسل ظلام هيك يسماهن، وهاي كل هاي التنبؤات تدفعك لارتكاب أعمال شريرة وسيئة. لكن ماكبث ملتفت الكلام وتحذيرات صاحبه وامتلأ قلبه برغبة جامحة انه يحقق نبوءات الساحرات وانه يصير ملك على اسكتلندا. لما رجع ماكبث لزوجته حكى لها عن الساحرات الثلاث ونبوءاتهن، شعرت بالسعادة. زوجته الماكبث هي هنا يعني شخصيتها امرأة طماعة شريرة، يعني كانت تتمنى إلى أن تصبح ملكة اسكتلندا إذا زوجها صار ملك يعني. لذلك أخذت بالفكرة أنه تغري زوجها بأن يكون شجاع وأن يحقق هاي النبوءة، وقالت له أنه السبيل الوحيد تحقيق هاي النبوءة هو أن تقتل الملك دنكان. للعلم الملك دنكان هو يصير ابن عم ماكبث. بعد أيام وصل الملك دنكان للقلعة اللي يسكن بها ماكبث حتى يهنيه على الانتصار، وأيضا دا يروحون لمكان آخر يعني مروا بها بطريقهم. وكان بصحبته للملك منه ابنه مالكوم زين، وابنه الآخر ومجموعة من رجال البلاط. الملك استقبل استقبال جدا حافل واعجب بجمال القلعة اللي يعيشون بها والموقع مالتها الجميل والترحاب اللي تلقاه من السيدة ماكبث اللي اجادت الابتسام وكل مظاهر الترحيب والتبجيل للملك وحاشيته، بالرغم من اللي كانت تضمره في صدرها من مكر وخداع وشر.
حتى أن الملك وزع هدايا من ضمنها أهداها ماسة جدا ثمينة على الكرم اللي استقبلته اللي استقبلته الملك بي. ذهب الملك للنوم هاي الحشيون بالقلعة مال ماكبث هو وزوجته، ذهب للنوم وبصحب تثنين من الخدم ينامون على مقربة منه يشوفونه يعني يحتاج شيء أو كذا. زين ناموا الكل بالقلعة باستثناء ماكبث وزوجته السيدة ماكبث. أخذت هاي الزوجة الشريرة تخطط القتل الملك، وأخذت تدفع زوجها دفع حتى تنتهز الفرصة اللي سنحت لهم أن يكونون ملوك على عرش اسكتلندا. لكن أكو جانب خير داخل ماكبث قام يتردد بارتكاب الجريمة، شلون يقتل ضيف وهو ببيته، خصوصا أن الملك كان يحبه، الملك طيب وكريم ما بخل عليه بأي شيء، فشلون يقابل هذه الأفضال كليتها بجريمة شنعاء. السيدة ماكبث لما شافت زوجها متخاذل وترى ما يريد يرتكب جريمة قام تسخر منه، وحتى أخبرته أنه جوان وأنه هي راح تقوم بقتل الملك بنفسها. أخذت خنجر ودخلت الملك بغرفة النوم مالته. ها بالبداية الخادم الخدام اللي كانوا يحرسون الملك أو يشوفون طلباته يعني خلتهم يشربون خمر هواي حتى تضمن أنه هم يغيبون عن الوعي. لما أخذت الخنجر ورادت تطعن الملك تخيلت وجه أبوها على الملك، لذلك ما قدرت. شوف هنا يعني شيء كسبير ما يعطيك جانب سيء 100% وجانب خير 100%، أكو نوازع بداخل الإنسان مهما كان هذا الإنسان شرير. لذلك من شافت وجه أبوها يعني تخيلت أنه هذا أبوها ما قدرت تقتله ورجعت. رجعت لمن؟ رجعت إلى ماكبث تغري بالكلام المعسول. هنا أكو أحد النقاد يقول الإغراء الجنسي يعني الخطيئة تغري وتصور له المجد اللي ينتظرها إنه إذا صاروا على عرش اسكتلندا وتشعر راسه بالشر. زين وتقول له إنه هذا الأمر جدا بسيط، هي ضربة واحدة بس، ضربة ما تكلم يعني ما تطول دقيقة واحدة، والتهمة نلصقها على الخدام الثنين ونعيش العمر كله سعداء ونعيش بمجد. زين ظلت تضغط عليها تضغط على زوجها حتى استجاب لها بالنهاية، أخذ الخنجر ودخل الغرفة الملك. قبل أن يقتل الملك شاهد خيال وكأنه أكو خنجر مرفوع بالهواء وهذا الخنجر يقطر دم وكأنه يريد يضرب إلى، حاول أن يمسك الخنجر اكتشف أنه يمسك الهواء، يعني بعدين اكتشف أنه هاي مجرد أوهام تدور براسه. هنا أنا أشوف النوازع النفسية بداخل الشخص شلون يحللها، شيكسبير تحليل رائع. هنا ماكبث اقترب من الملك واستجمع كل قواه وضرب الملك ضربة واحدة بالخنجر على قلبه. زين لكن مجرد أن قتل الملك بدأ يسمع أصوات عالية تصرخ بجنون. الأصوات تقول لقد قتل ماكبث رجلا بريئا نائما، أصوات أخرى تقول لن يذوق ماكبث بعد الآن طعم النوم، أصوات تقول لن يعرف ماكبث بعد اليوم للنوم سبيل. هاي الأصوات اختلطت بذهنه وظلت هاي الأفكار يعني مرعبة بداخله. زين أصبح مضطرب. بهالأثناء الخدام ثيناتهم واحد منهم ابتسم وهو نايم، الآخر قال لقد حدثت جريمة قتل وأيضا هو نائم، وقعدوا ورسموا الصليب أو قالوا ليغفر لنا الله. انذهل ماكبث من هذا اللي حكوه الخدام الثنين ورجعوا للنوم، وحتى هو راد يقول آمين بس الكلمة وقفت، ما قدر تطلع هاي الكلمة من لسانه. يعني هنا شوف هذا شو نسميها باراسايكولوجي، شنو هالتفنن، شنو هالتحليل النفسي شيكسبير على اللي دا يحدث بين الخدام الثنين وبين ماكبث. المهم رجع ماكبث زوجته الشريرة
مرعوب وأخذت الزوجة توبخة وتعنفة بأنه لا يجب أن يتماسك، ويجب أن يصير شجاع، ويجب ولازم يروح يغسل ايديه الملوثات بالدماء. واخذت الخنجر من ايده وراحت الحجرة الملك. ايش سوت؟ لوثت الخدام البريئين بالدماء حتى التهمة تركبهم. طبعا بالصبح الجميع كلهم عرفوا بالجريمة اللي صارت، ان الملك دنكان انقتل. زين، وبدأوا الحزن على ماكبث وعلى زوجته، انه الملك تم اغتياله والخدام هم قتلوه وتم اعدامهم. بهالحالة هرب ابن الملك، هو الوريث الشرعي، هرب الى ايرلندا. ولما انهرب لازم اكو شخص يتولى العرش من بعده. اصبح طريق ممهد امام ماكبث اللي اصبح ملك على اسكتلندا. وبهذا تحققت نبوءة الساحرات بالنسبة لماكبث. لكن النبوءة الأخرى اللي الساحرات تنبأ الزميل ماكبث البانكون، كانت تأرق ماكبث وزوجته. ليش؟ لأن تنبأت أنه بانكو ولده راح يصيرون ملوك على اسكتلندا. هنا فكر ماكبث أنه يتخلص من بانكو حتى يعني يصبح هو يعني هو الملك. بس بانكو عنده ابنه اسمه فيليانس. قرروا انه بانكو وابنه فيليانس تنهم يقتلون، وسووا لهم خديعة، يعني عزموهم على دعوة على العشاء، وكان من ضمن المدعوين. وبهالحالة سوى أرسل ماكبث مجموعة من القتلة المحترفين اللي بالطريق قتلوا بانكو، لكن ابنه فيليانس استطاع الهروب، ما قدروا يقتلوه. أثناء حفل العشاء بدأت التخيلات تجي لماكبث، إنه شبح بانكو زميله بانكو كان جالس على المقعد الخالي اللي كان مخصص له، وأصبح عصبي، قام يتنرفز ماكبث وصابته حالة من شبه الجنون، وقام يهذي وقام يخاطب شبح. بهالأثناء الحضور كلهم متعجبوا. الملك خلينا نسميها السيدة ماكبث طلبت من الحضور الانصراف، لأن ماكبث مريض وشوي راد لراحة. هنا وقع ماكبث وزوجته في دائرة القلق والشقاء، خصوصا بعد ان تأكدوا ان فيليانس ابن بانكو ما زال حي. يعني النبوءة راح تستمر، احتمال تتحقق. حتى يرتاح ماكبث قرر ان يذهب للساحرات حتى يسألهن عن المصير والمجهول والمستقبل وش يصير. هنا من راح للساحرات سووا طقوس وحشية ورعب وكذا، وظهرت أشباح قدام ماكبث. وهنا هاي الأرواح بدأت تشجع ماكبث على أن يكون دموي ويكون قاسي بالبطش، ويجب أن يقتل شخص اسمه ماكدوف. هذا وحدة، وتنبأ له بأنه ما راح ينهزم أبدا بأي معركة إلا إذا تحركت غابة اسمها بيرنام من مكانها، واتجهت هاي الغابة نحو جبال دانيسنان. يعني وظني الظاهر كل وحدة بدولة، يعني هاي غابة ربما في دولة إنجلترا أو كذا، وهاي غابة في دولة أخرى. زين، شي حرك هاي غابة تختلع جذورها لحد هنا. هنا فرح ماكبث وطمئن، لأنه الأشجار مو مستعدة تتحرك. وبالنسبة القتل هذا الشخص القلل الكبير قرر أن يقتله. زين، أفكاره أصبحت أكثر دموية. فلما وصل للقصر بعد أن قابل ساحرات، وجد ماكدوف انه هرب.
ليون هرب لانجلترا، زين هو ناوي يقتله، فاصبح يعني عصبي جدا واصبح حاله هستيريه، فدز جنود قتلوا زوجته وابناءه اللي باقين للقلعه مالته، كل ابناءه واقاربه قتلهم. انتشر خبر هاي المذبحة الدموية الفظيعة اللي قام بها ماكبث، أصبح مكروه من كل الناس، وكلها أصبحت يعني مذهولة من الدموية اللي أصبح بها ماكبث. بتلك الأثناء قامت تعاني الملكة ماكبث، السيدة ماكبث، من وساوس، وقامت ما تقدر تنام، وقامت يعني تقعد بالليل ويعني تمشي وهي نايمة وتروح تغسل ايديها لأن يعني يشوفها قدم بديها، بدأت وساوس، بدأ اكتئاب عندها، بالأخير انتحرت، لأنه أيضا الناس يعني بدأوا يكرهوهم، ما قدرت تحتمل كره الناس إلها، زين بسبب بزر أفعالها اللي كلها شر. ماكبث بهالحالة أصبح وحيدة بقصره، ما يشارك بي بس هو والأوهام واليأس، وتتملك رغبة بالموت بين فترة وأخرى. لكنه هو كان يخبر نفسه يقول إنه لا يمكن أن يهزم إلا أن تتحرك غابة بيرنام، وهاي الغابة لا يمكن أن تتحرك. لكن أحد الحراس جاء يرتجف من شدة الخوف وأخبر أنه غابة بيرنام ده تتحرك نحو القلعة، يعني هاي تبعد عنهم مسافات شاسعة، وأنه شاهد هذا المنظر المخيف لما كان واقف فوق التل. عدها أدرك ماكبث أنه نهايته اقتربت وأنه النبوءة المستحيلة بدأت تتحقق. بعدين وصلت أنباء بأن جيش مالكوم ابن الملك المغدور اقترب من مشارف القلعة، لكن هنا شلون تحركت غابة بيرنام؟ الأمر ببساطة أنه لما كان الجيش مالكوم مار بالغابة هاي، أمر القائد مالكوم أنه كل جندي يقطع له فرع من هاي الغابة، حتى أولا للتمويه، وثانيا حتى جيش ماكبث ما يعرفون العدد الحقيقي جيش مالكوم. زين بعدين بدأت معركة بين الجيشين، و يعني ماكبث ومالكوم بدأ قتال بيناتهم، جيش هذا وجيش هذا. هنا ماكبث المن شاف ماكدوف اللي راد يقتله وانهزم وقتل أبنائه وزوجته، اتحاشى أن يقتله وراد يتراجع، لكن ماكدوف شاهد ودعا للقتال وقام يسبه ويوبخه باعتباره أنه قتل زوجته وقتل أولاده وقتل كل أفراد عائلته. رد علي ماكبث بأنه أنا مسحور والسحر يحفظني وما تقدر تتغلب علي. ماكدوف دعا للتخلي عن هذا السحر ونبوءات الشريرة، وأنه تعال أنت إذا رجل بارزني، فقال أنا ما رد أقاتلك، قال لا عاد بالحال إذا ما تقاتلني راح نخليك ذليل وراح نخليك فرجة لكل الناس يتفرجون عليك، حالك حال الحيوانات. ما احتمل ماكبث هاي الأهانة ورفع سيفه وبدأ يتقاتل ماكدوف، وانتهى الصراع بمقتل ماكبث وقطع رأسه. وبهالحالة استعاد مالكوم عرش أبوه الملك دنكان، وتنتهي المسرحية الرائعة الشيكسبير. وهنا أنا أبدأ بتحليل بعض الأمور بالمسرحية. المسرحية هاي تناقش قضية الصراع الأزلي والطويل ما بين الخير والشر، وين داخل الإنسان نفسه. من نجي بالبداية على السيدة ماكبث، هاي أصلا مو امرأة، هاي وحش كاسر. من ظهورها بداية المسرحية وعزمها على قتل الملك، يعني قفلت على هاي الفكرة نهائيا. يعتبروها بعض النقاد هي أشهر شخصية نسائية في تاريخ الأدب العالمي، وهي أقوى شخصية بالأدب الإنجليزي على الإطلاق، وآخرين سموها أنه هي أقوى شخصية ميكافيلية، زين بكل ما تحمل هاي الكلمة من معنى. لكن هذا كله بالنصف الأول من المسرحية، لكن بالنصف الثاني من المسرحية نلاحظ أنه السيدة ماكبث بدأت بالضعف والسقوط،
على عكس زوجها اللي كان بالبداية ضعيف ومتردد، لكنه أصبح بالنصف الثاني من المسرحية قوي شجاع، بينما هي بدأ عقلها يعني يذهب شوية شوية وبسبب الأفكار السوداء اللي بداخله، لأنه ما بقى بقلبها شيء للحب إطلاقا، فأدى بها إلى الانتحار. مانكبث الحلو بهاي المسرحية يعتبروها النقاد إنه هي مسرحية ذات نزعة إنسانية، أو هي المسرحية ذات النزعة الإنسانية الأولى بتاريخ المسرح، اللي جعلت من الشر موضوع أساسي لها. الشر مسؤولية بشرية، مو مسؤولية آتية من خارج الإنسان مثل ما تصور المسرحيات الإغريقية قبل شيكسبير، وأنه الإنسان يعني عبيد للأقدار لا حول ولا قوة. لا، الإنسان الشر مسؤولية بشرية بهاي المسرحية. مسرحية ماكبيث قلنا أنه الشخصية الرئيسية بها هي السيدة ماكبيث، طبعا بالإضافة إلى شخصية زوجها ماكبيث، هي اللي جرته للجريمة، وبعدين بعد هاي الجريمة أصبحت كابوس عليهم وفقدوا نعمة النوم. أكثر كلمتين سيطرا على هاي المسرحية الخوف والنوم. الخوف كان هو الحاضر بكل المسرحية. ماكبث من ارتكب هاي الجريمة كان بإمكانه يعني أنه ما يرتكبها، لكن هو كان حر بالاختيار. قلنا عكس المسرح الإغريقي اللي المسؤولية يحملها إلى مو للإنسان، للقدر، للآلهة، للكذا، لكن كان بإمكان ماكبث ما يرتكب الجريمة وعنده حرية، لكن هو ارتكبها، فبدأ عنده الخوف وبدأ عنده الرعب وبدأ العقاب. ليش؟ لأن هاي الجريمة يعني اللي ارتكبها ماكبث فتحت له جرائم أخرى، وحتى يتخلص من المشاكل مالته فبدأ يقتل ويقتل ويقتل إلا اللحظة اللي انقتل بيها، يعني عاشوا برعب تام. هنا نجي على تحليل فرويد جدا رائع. فرويد بكل نظرياته بالتحليل النفسي كان يستشهد بأبطال شيكسبير، هاملت وأوديب وإليكترا وكلهم. هو كان معجب بشيكسبير، كان يقرأ كل أعماله على الإطلاق من عمره 8 سنوات، ويحفظ الكثير من القصائد مسرحيات شيكسبير. ففرويد إحدى المرات يقول: الشعراء والفلاسفة اللي يعني إجوا قبلي اكتشفوا بلا شعور، اكتشفوا قبلي، لكن أنا اكتشفت الطريقة العلمية اللي بواسطتها أدرس الشعور. زين، شيكسبير كتب بأحد المسرحيات مالته، كتب الأمنية تلد الفكرة، يعني الفكرة ما تطلع من وحدها وإحنا نحقق الفكرة، لا، أكو قبل الفكرة أكو أمنية، أكو رغبات مكبوتة هي تولد هاي الفكرة. شوف هنا فرويد دي يقول لنا شوف إنه شيكسبير شكتشف، يعني أفكارنا تولد منين؟ من رغباتنا ومن أمانينا. لكن فرويد أضاف أنه هذا يحدث بشيء بشكل لا شعوري ما ندري بيه إحنا. زين، أكو فكرة أخرى رائعة اكتشفها فرويد، يقول عن هاي المسرحية وعن شيكسبير، يقول شيكسبير أحيانا هي شخصية واحدة يشطرها شطرين. شلون؟ يعني يقول السيدة ماكبيث والسيد ماكبيث هم شخصية واحدة، اضطر شيكسبير أن يشطرهم شطرين بدليل أنه يعني قلنا هو يعتبرهم وجهين العملة واحدة، أنه هو ماكبيث اللي عانى من الهلوسة من البداية، من شاف الخنجر قبل ما يرتكب الجريمة، لكن هي بعدين اللي وقعت بمرض العقلي بسبب الـ الخوف والرعب اللي امتلكها. وهو نفسيته ماكبث اللي سمع من قتل الملك انه
لن تنام بعد الآن، لقد قتل ماكبث قتل الملك، ماكبث لن ينام بعد الآن. هاي الأصوات اللي سمعها من قتل الملك، لكن راح نشوف بعدين هاي الحكي لفرويد إنه مشكلة النوم ما موجودة عند ماكبث، موجودة عند من؟ موجودة عند السيدة ماكبث اللي تنهض من سريرها يوميا وتتكلم وهي نائمة، تفضح شعورها بالذنب وهي نايمة، أيضا تمشي تغسل إيديها لأن أكو دم بإيديها، هي يعني تحس أنه أكو دم بإيدها. لذلك هنا كل شيء كان يخاف من عنده ماكبث يتحقق بيها، يتحقق بسيدة ماكبث. زين هنا يحكي فرويد يقول غسل إيديها كل ليلة بشكل متكرر لاعتقادها أنه أكو دم لاصق بإيدها، هذا يسميه داء الوسواس القهري، وهو هذا سبب ما تعاني من عند السيدة ماكبث شعورها بالذنب. وين؟ باللا شعور. يقول أعتقد أن داء الوسواس القهري يبدو كعقوبة من الله للسيدة ماكبث، وهي كانت اللي كانت تمشي أثناء النوم. حتى أكو مقطع كلش حلو بالمسرحية يقول إنه كل العطور العربية لن تمنع الرائحة العفنة، يعني بما معناه على ما أذكر لن تمنع الرائحة العفنة للسيدة ماكبث عن جرائمها البشعة. زين يعني هنا قلنا إنه السيدة ماكبث صورها شيكسبير وكأنه هي مو امرأة، كأنه هي وحش كاسر، وكانت هي اللي المحرضة على الماكبث على كل الجرائم اللي ارتكبها. بهاي المسرحية مثل ما قلنا بمسرحية هاملت، ثار شيكسبير على كل القواعد المسرح من اليونان الحد هو يعني الحد عصره، بيش بوحدة الزمان والمكان والحدث، لأن نلاحظ أن المسرحية تنتقل بمدة زمنية 10 سنوات، 10 سنوات يحكم ماكبث بالزمان، وتغيرات كلش كبيرة بالمكان. شيكسبير قلب المسرح اليوناني رأسا على عقب. هاي المسرحية جدا رائعة، أنا طيت نبذة مختصرة عنها، شرح غير مجزي لهاي المسرحية اللي أتمنى أنه يسعدكم الحظ وشاهدوها، وشكرا.